بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، صدقيني الفكرة تعجبك قوي. اللايك الجميل والتعليق الاجمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، الامور في الدنيا. النهاردة رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان اطفالي مقاس 10 سنين بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر. طبعا هنبدأ نعمل الفستان واحدة واحدة، اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر. الفستان ده بقى فيه كام تعديل كده حلوين قوي، وانا حابه ان انا اشرحهم النهارده بشكل سهل ومبسط كده باذن الله. اول حاجه خالص هنبدا نرسم بطرون الفستان بتاعنا. اولا كده هو مقاس 10 سنين. اول حاجه هنستخدمها معانا ربع دوران الصدر. ربع دوران الصدر معايا قد ايه؟ 17.5. هنبدا نحطه هنا، وبعدين هناخد حبه الرقبه بتاعتنا اللي المفروض تكون هي بالظبط كده 6 سنتي، تمام. وبعدين هنبدأ ننزل من هنا 6 سنتي، وننزل من هنا 1.5 سنتي للخلفية. نبدأ نعمل حرد رقبة الأمامية، حرد رقبة الخلفية بالشكل ده. وبعدين هنبدأ ننزل من هنا 3 سنتي مايلين الكتف بتاعنا. وبعد كده هنبدأ نحط خط بدون مقاس. وبعدين هنيجي هنا ونحط طول الكتف معانا 12 سنتي. طول الكتف موجود معايا بالظبط 10 سنتي، مش 12، 10 سنتي. وبعدين هنبدأ ننزل من هنا طول الظهر. طول الظهر معايا المفروض يكون في المقاس ده بالظبط كده 34، وهنبدأ نقسمهم على نصين وننزل بيهم، تمام. هنحط دوران الصدر في مكانه الطبيعي، وهنقف لحد دوران الصدر، مش هنكمل اي حاجة. ليه كده يا مريم؟ هقولك ليه كده حالا، بس نبدأ نعمل حردة الجيرو بالشكل ده. الناس اللي طلبت مني كيفية اخذ المقاسات في التعليقات هتلاقوها موجودة يا جماعة في علامة الاي اللي هتظهر دلوقتي، كمان في شاشة النهاية، وكمان بردك ايه هتلاقي الرابط انا رديت بيه في التعليق. بصوا بقى واحدة واحدة كده، ادي البطرون الاساسي او نص البطرون الاساسي بتاع الفستان. هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اجي من تحت دوران او حردة الجيرو بتاعتنا، وهبدأ انزل بحوالي 2 سنتي، وهعمل كده. ممكن تعمليهم بدايرة كده، ممكن تعمليهم كده مثلا، او مثلا تيجي كده بدايرة نفس الدايرة اهي، تمام. تاخديها انتي بنفس الدايرة او تجيبيها على مفيش، بس انا مش هعمل كده. انا هعملها خط على طول عمودي ملوش اي حاجة خالص، عشان تبقى سهلة ونبقى الموضوع سهل ايه معايا. عملت خط اهو يا جماعة، مفيش في اي حاجة. ما تستخدمش الدايرة دلوقتي، ان مش هنع يعني ايه القماش طبعا هيبقى ناشف معايا، القماش اللي معايا ده ناشف، فمش هعرف اظبط زوايا الدايره، تمام. وفي نفس الوقت كمان عشان انتي نفسك تبقي واحده واحده الموضوع بالنسبه لك، هنيجي من هنا واحده واحده ونروح شايلين حبه الجيرو كده، وبعدين نيجي هنا كده ونشيل حبه الرقبه الخلفيه، وبعدين نفصل وناخد حبه الرقبه الاماميه كده. ثانية واحدة، نركن دي كده على جنب بتاعة الخلف، ونبدأ نجيب بتاعة الأمام، ونبدأ ان احنا نقصها بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اجي كده، ثانية واحدة، هفرد الأمام بتاعي. الأمام بتاعي هنا في القطعة دي المفروض اعمل فيه مرض هنا، وبعد ما اعمل المرض اعمل هنا كشكشة. الكشكشة دي هتوصل بيها، هتوصل انا هوصلها من الكتف هنا لحد هنا ومن الكتف هنا. يعني ايه يا مريم؟ عرفيني بالظبط المسافات بتاعتها. هقولك دلوقتي احنا المسافات بتاعتها. اول حاجة خالص هنيجي من عند دوران الكتف، طول الكتف معانا اهو، هنبدأ ننصفه. طول الكتف معايا هبدأ انصفه، طول الكتف التاني هبدأ برضو انصفه كده اهو. وبعدين هنزل من هنا بخط طولي، ومن هنا بخط طولي برضو. اتبقى معايا ايه؟ اتبقى معايا من اول هنا وهنا، تمام. هنا دي هبدأ اركب فيها كسرات، واروح نازلة بيها هنا، وبعدين ارجع اركب كسرات هنا تاني، تمام. وبعدين هنبدأ ان احنا نركب القطعة بتاعت الوسط لوحدها، فهماني؟ ده السبب اللي مخلانيش اركب القطعة بتاعت الايه الوسط. ثانية واحدة بس عشان الدنيا ما تطرش مننا، واحدة واحدة وموضوع سهل. اولا هنبدأ ان احنا نقص المرد بتاعنا اهو،
كده بالشكل ده تمام. وبعد ما قصيت المربع ده هبدأ ان انا اركن بقى كده اي حاجة واحطها عليها تثبتها، وهبدأ اجيب قطعة عشان اعمل منها المربع. ادي القطعة دي مثلا اهي، هعمل منها المربع. المربع ده هنعمله ازاي على المكنة؟ بنتني تانية عادية خالص اهو. المربع ده حجمه من 5 سنتي في الطبيعي، 2 سنتي شكله النهائي. 5 سنتي ليه في الطبيعي؟ عشان بياخد 2 سنتي بطانة، واتنين سنتي الشكل النهائي، وواحد سنتي الخياطة بتاعتنا تمام. اللي بكلمك فيه ده حاجة غير اللي انا بعمله. التاني اللي بقولك عليه ابو بطانة بيبقى عبارة عن قطعة كده تبقى شبه المرد، وبتبدأي ان انت تتنيها مرة، ترجعي تتنيها مرة كمان، وترجعي تحطي هنا يعني تخيطي من هنا الواحد سنتي اللي هتبقى معاكي. ده نوعية تانية خالص من المردات، وده بردك سهل وده سهل، بس انا بفضل ده عشان ده اسهل بكتير، هيبقى عليك انت بالنسبة لك لو اول مرة تبدأي على المكان تمام. هنبدأ نقص كده واحدة واحدة. اهم حاجة بس يا جماعة اللايك الجميل، شجعيني باللايك الجميل. وهبدأ اقص، وبعدين هبدأ افرد المرد بتاعي اهو تمام كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهبدأ اعمل مرد من الناحية التانية بردك كده، استنيني اهو. تمام. وبعدين ابدا اقص الزياده، وبعدين هبدا اعمل كده اهو، شايفين ازاي؟ وهبدا احط دي هنا، اقفل كده واقفل دي كده بالشكل ده. شايفين ازاي الموضوع سهل قوي وبسيط اهو؟ بصوا ازاي يا جماعه الموضوع سهل. هبدا ان انا ادبس، لان انا محتاجه ادبس عشان خاطر اعمل طبعا الكسرات بتاعتي، وابقى قافله الامام على بعضه تمام. ادي يا جماعه الشكل اهو. طيب ناقص بقى ان احنا نعمل الكسرات بتاعتنا. هبدا ان انا اعملها طبعا من هنا. ادي القطعه بتاعت الكسرات الاولى تمام كده، وهبدا اقصها كده اهي، وهبدا اقسم دي بردك على نصين كده عشان الكسرات مش عايزاها تبقى كبيره قوي. هعمل القطعتين دول كسرات بسرعه قوي وارجع لك تاني. بصوا بقى يا جماعه، الناس اللي هتسالني وتقول لي هنا يا مريم في خط خياطه؟ اه في هنا خط خياطه، المفروض ان احنا بنقص هنا ونبدا نرجع نركبها تاني مع الكسرات، بس انا ما عملتش الخط الخياطه ده عشان خاطر طبعا الموضوع بالنسبه لك يبقى سهل، وانا برضو برجح لك انك انت تبداي تخيطي الكسرات من غير ما تعملي خط الخياطه تمام. طبعا حابه تعمليه تمام، مش حابه برضك عادي خالص تمام. ثانيه واحده، يعني حاجه مش اجباريه، فاهماني؟ حاجه مش اجباريه اهي. نبدا نثبت من هنا، وهنثبت كده في النص، وبعدين هنثبت هنا برضو في النص، وهنيجي كده تمام. هبدا بقى اجي بالكسرات بتاعتي اللي المفروض تكون جايه لي كده اهي، كده اهي. بصوا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، كده شايفين ازاي يا جماعه؟ خدتها بزاويه عشان بس تبقى الموضوع بالنسبه لي يبقى سهل بسيط ومن الصفر. طبعا انا محتاجه ادبس لحد هنا بس كمان اهي، بس كده. بالنسبه بقى للزياده دي هبدا اشيلها واعمل واحده بنفس الحجم بتاع دي، وهبدا اركبه من الناحيه التانية تمام كده. هبدا اعملها بسرعه قوي واقفلها لك كلها بسرعه قوي، وهرجع لك تاني اوريكي الشكل بتاعها اتعمل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، ده الشكل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نجيب القطعه بتاعه الوسط اللي المفروض كنت عملتها للوسط. طبعا الوسط بالنسبه لنا مش بنبدا ان احنا نقسمه، وخصوصا للاطفال الوسط بيبقى هو هو الوسط بتاعنا تمام كده، يعني مش بيبقى مقسم خالص. بس احنا طبعا هنيجي هنا ونقيس الطول، وناخد دور طول الوسط معانا او طول باقي الوسط معايا او طول باقي الظهر معايا، عشان اقدر ان انا اعمل الوسط بشكل سهل وبسيط. ادي القطعه دي هبدا اركبها في الوسط تمام كده.
طبعا المفروض قطعة للأمام وقطعة تانية للخلف اهي كده. لحظة واحدة، طبعا هبدأ ان انا اثني الكسرات بتاعتي دي، انا مش محتاجاها دلوقتي ان هي تظهر خالص، الكسرات دي محتاجاها ان هي تبقى متنية كده تمام دلوقتي بس، يعني حاليا بس كده. هنبدأ ان احنا نتنيها كده، وهنبدأ واحدة واحدة نيجي من هنا كده اهو، بعيد عن اي كسرات خالص. ما ندبسش الكسرات يا جماعة، نخلي بالنا من النقطة دي ارجوكي كده كده تمام. وبعدين هبدأ بقى ان انا افرد الكسرات بتاعتي بالشكل ده اهي تمام كده، وادي القطعة الاولى بتاعت الفستان معايا. ناقص بقى ان احنا نعمل الجيبة بتاعت الفستان، واللي هي هيكون مليانة كسرات كتير قوي. هنبدأ ان احنا نعملها بشكل سهل وبسيط. بصوا بقى يا جماعة، محتاجين اولا كده العرض عرضين في القماش بتاعنا، يعني مثلا ان احنا عايزين بالظبط ضعف دوران الصدر معانا اللي احنا شغالين بيه. احنا مش شغالين بدوران الوسط، ضعف دوران الوسط. طيب عشان خاطر ايه ما تستغربيش من موضوع دوران الصدر ده، ضعف الدوران اللي احنا شغالين بيه، اللي هو دوران المفروض احنا شغالين على بالظبط 70 سنتي. يبقى احنا عايزين الضعف، يبقى احنا هناخد على اكتر من 70 سنتي، يعني هتبقى 140 عشان نعمل كسرات بالشكل ده، يعني متر ونص عشان نعمل جيبة حلوة ومليانة كسرات بالشكل ده، متر ونص طبعا في العرض مش في الطول. في العرض اهم حاجة يا جماعة، العرض اهم حاجة اهو. شايفين ازاي الموضوع سهل وبسيط اهو كده. اهم حاجة بس اكتبي لي اللايك الجميل، وقولي لي ايه رأيك في الشرح، وايه رأيك في التفصيلة. ومحتاجين كمان طول الجيبة، طول الجيبة المفروض معايا، طول الجيبة معايا 43 سنتي، يعني بعد الزيادة اللي هنزودها هتكون حوالي، بصي ما بين ال يعني بعد الزيادة طبعا هتكون ايه، مش 50، لا ممكن احنا نزود اكتر من 50، ممكن تبقى 55 سنتي، بحيث ان احنا نعمل حسابنا في تاني كفرقات خياطة وحاجات زي كده تمام. طبعا الجيبة بتاعتنا المفروض بتكون تدريجية، مش جيبة قطعة واحدة بس، انا عملتها قطعة واحدة لان كفاية اصلا ان دوران الوسط معايا جه تدريجي تمام، او جه طبقات. طبعا هنا مش هنسكت ونسيبها كده، لا لازم ان احنا نعمل كده كام شكل حلوين كده. فهبدأ ان انا اعمل هنا اشكال حلوة. لحظة واحدة، انتي اللي هتقولي لي حلوة ولا وحشة تمام كده. الاشكال ديت كده ايه، نحطها هنا كده اهي كده اهي كده. طبعا انا عايزة اجيب القماشانات بس الخط جاي معايا تمام، المفروض بتبقى كده اه تمام اهي. اول مرة ارسم اشكال من القماشانات بالشكل ده، وهنا برضه هنخليها بتضحك كده بدل ما هي مكشرة اهي كده. طبعا بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل لهم ورود اهي. طبعا ده فستان اطفالي، فعادي ان انت تعملي فيه اي اشكال انت تحبيها تمام، عادي خالص انك تعملي فيه اي اشكال انت تحبيها. اهم حاجة بس ان الموضوع يبقى معاكي سهل وبسيط قوي. لحظة واحدة، هبدأ بقى اوريكي الشكل النهائي للفستان. لحظة واحدة، بصوا يا جماعة ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، صدقيني فكرة تعجبك قوي. اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة، وتفصيلات فستان مقاس 10 سنين شكل جميل قوي ومن الصفر زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. الفستان سهل قوي وبسيط ومن الصفر اهو، شايفين ازاي. بصوا الفكره بتاعته سهله قوي وبسيطه قوي. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم.